كده المفروض ان الشاشة قدام حضراتكم، مش عارف بقى الناس شايفة الدنيا تمام ولا الدنيا مش مظبوطة معايا. الناس شايفة الكلام كويس؟ الصورة واضحة جدا يعني كويس. طيب تمام. بس عشان في ناس داخلة أعمل لها عيد وخلاص. الناس الفكرة ان انا هبدأ متأخر، والله ابدا يعني، عشان الناس تبقى مش قاش، الناس اللي عمالة لسه تيجي متأخر دي. انا السنتر ما ببدأش متأخر بمزاج، فكرة اللايف ان انا هبدأ متأخر دي مش هتتكرر تاني. فبعد اذن الناس لما نعمل ميعاد تاني الناس تيجي في الميعاد، يعني كده كده ده انا بادئ اتنين يعني 12:05 على اساس الناس تبقى مستنية اللينك. بس ثواني هشوف لك الباسورد، حد من الناس اللي بتسعى على الباسورد. ما الناس التانية دخلت ازاي؟ يعني الناس اللي دخلت دي دخلت ازاي؟ مش هي دخلت من اللينك؟ ما اللي فكرة الباسورد دي؟ معلش يا جماعة متأخرين، بس عشان بس زمايلكم عندهم مشاكل. انا بعت الميتنج روم نمبر والبوست كود على الشات بتاع زوم، فالناس اللي عندها مشكلة رانيا جربي كده بال
طب نبدأ بقى عشان ما نأخرش الناس أكتر من كده. بسم الله نبدأ بقى. شابتر 3 عندي، أو المنجيريال عندي عشان الناس تبقى فاهمة. المنجيريال عندي عبارة عن شابتر 10، الناس اللي ناسية. أنا عندي المنجيريال عبارة عن شابتر 10، شابتر 3، شابتر 11. ده اللي كان يعتبر لغاية قبل المتر، ده الجزء لغاية قبل المتر. طب من بعد المتر بقى أخدنا المفروض شابترين، شابتر 6 وشابتر 21 والفاينانشال أناليس. والفاينانشال أناليس كشابتر يعتبر مش من ضمن الشباتر، يعني الفاينانشال أناليس ده هو الدكتور بيعتبره حاجة كده اللي هي ايه على المنهج يعني. او انها حاجة المفروض ابقى عارفها، مش شابتر من ضمن الشباتر. احنا المفروض هنحاول على قد ما نقدر نشتغل على الثلاث شباتر دول النهاردة، مش لازم اخلصهم كلهم النهاردة على فكرة، يعني انا اخلص على قد ما اقدر، الناس تبقى فاهمة على قد ما تقدر. وبعد كده المشكلة عند الناس، في ناس كتير عندها مشكلة في شابتر 6، في ناس عندها مشكلة في الفاينانشال اناليسز، هنشتغل على ده ونشتغل على ده بالتفصيل وبالراحة. احنا الحمد لله حتى الآن عندنا الوقت اللي يسمح لنا بده قبل ما نضغط يعني. طيب أول حاجة خلينا نبدأ الأول بشابتر 3. شابتر 10 كده كده هنرجع له تاني، شابتر 10 مش هياخد مني وقت، هو عبارة عن نوع واحد من المسائل هيجي لي مني. طيب شابتر 3، شابتر 3 عندي بيتكلم عن إيه؟ قال لي والله شابتر 3 لو الناس فاكرة، شابتر 3 بيتكلم على الكونتريبيوشن مارجن ميثود. يعني شابتر 3 بيتكلم هنا على الكونتريبيوشن مارجن ميثود. طب واحنا الاول كنا بنعمل ايه؟ طب نفكر الناس، احنا المنهج بتاعنا اصلا قبل كده كان عبارة عن ايه؟ والله انا منهجي كان قبل كده عبارة عن ان انا كنت الاول بعمل القائمة بتاعتي revenue minus expenses يديني، كانت القائمة بتاعتي كده عشان الناس تبقى شايفة احنا بنتكلم في ايه، كان بيبقى عندي الريفينيوز مطرح منها الاكسبنسز يديني الجروس بروفيت. طب انا لما يبقى عندي القائمة دي عدلنا بعد كده، قلنا لا والله ده انا هنا شغال مانيوفاكتورنج، انا هنا شغال تصنيع، فعدلناها هنخليها ريفينيو ماينس كوست اوف جود سولد. طب حلو، طب انا لو شغال سيلز ريفينيو هطرح منها الكوست اوف جود سولد هتديني الجروس بروفيت او الجروس مارجن. طب لا، ما احنا برضو هنا انا ككوست ديبارتمنت كدايركتور موجود في الشركة، انا مش عارف، انا محقق هنا جالي هنا جروس لوس. طيب انا هنا عندي مشكلة، طب المشكلة اللي عندي دي عايز اعالجها، قلنا هنعالجها ازاي؟ قال لي والله ما انا عارف ان الكوست المفروض ابقى فاكر ان الكوست عندي مقسومة لفاريبل وفيكسد. حلو، طب لو الكوست مقسومة لفاريبل وفيكسد انا هعمل ايه؟ قال لي ما انا الفاريبل دي انا مش هقدر اجي يمتها، الفاريبل كوست بالنسبة لي ثابته بالنسبه لكل برودكت. ليه يا عم؟ قال لي ما هي دي عباره عن الدايركت كوست، دي عباره عن الحاجه الجاهزه بالنسبه لي،
طيب طب انا عرفت ان دي حاجه جاهزه. طب الفيكس قال لي لا، ده الفيكس دي حاجه انت بتدفعها كل فتره زي الايجار زي الديبريسيشن. هل ليها علاقه بالمانيوفاكتشرنج؟ لا. يبقى انا هنا بدل ما هكتب كوست اوف جود سولد كامله، لا انا عايز اقسم الكوست دي لجزئين، عايز اقسمها لفيكسد وفاريبل. طب ليه تقسمها؟ قلنا لو الناس فاكره، ونفكر الناس اللي بدا عشان نفكر الناس، ان انا بقسمها عشان الفاريبل انا عارف ان انا مش هقدر اجي اميته. يعني انا الفاريبل كوست مش هقدر اقلله، مش هقدر ازود، مش هقدر اعمل يعني في حاجه، لانه هيغير في الكواليتي بتاع البرودكت. طب فيبقى انا لما اجي هغير، هغير في ايه؟ في الفيكس. طب اعمل ايه؟ قال لي والله بدل ما تكتب كوست اوف جود سولد زي ما هي مكتوبه كده، لا قول لي قبلها انها فاريبل cost of goods sold، اعمل لي انها variable cost of goods sold. طب انا لو قسمتها بقى revenue minus variable cost of goods sold، او زي ما احنا كنا بقى بنستخدم variable cost، هل هيديني gross profit او gross loss؟ قال لي لا. طب لا ليه؟ قال لي مش انت هنا قسمت ال cost نفسها لجزئين fixed و variable؟ تمام. طب انت ادام قسمت الاثنين لفيكسد وفاريبل، لو انت طرحت الريفينيو ماينس الفاريبل مش هيديني مكسب وخسار. ليه؟ ما انت لسه في جزء فيكسد انت لسه ما حسبتوش. يبقى الناتج اللي هيطلع هنا لو الناس تبقى فاكره، قلنا هنقول عليه كونتريبيوشن مارجن، هامش الربح، هو الهامش او المكسب بتاعي قبل ما اخصم منه الفيكسد كوست. طب ما تخصم الفيكسد كوست، اخصم بقى الفيكسد كوست يديني الناتج بتاعي اللي هو الاوبريتنج انكم. يبقى انا هنا تاني القايمه اللي انا شغال عليه revenue minus variable cost يديني ال contribution margin، هطرح من ال contribution margin ال fixed cost يديني ال operating income. ومن هنا نبدأ بقى نشتغل على القايمة، يعني من هنا نبدأ نجيب القوانين بتاعتي. طب هي القوانين ايه لازمتها؟ الشابتر ده هل الشابتر بالنسبة لي مهم ولا مش مهم؟ الشابتر بالنسبة لي مهم لما بعد التخرج، يعني انا اغلبية الحاجات اللي انا باخدها في الشابتر دي الناس اللي ربنا يكرمها بقى، سواء تحضر سي ام اي سواء تشتغل، ده الشغل اغلبيه الشغل بيبقى بالشابتر ده غير القوايم طبعا يعني. طب هنا والله انا عرفت القايمه ان الريفينيو هطرح منها الفاريبل كوست يديني الكونتريبيوشن مارجن، هطرح منه الفيكسد كوست يديني الاوبريتنج انك. طيب قال لي والله بقى نبدا نطلع شويه قوانين عندي. قال لي ايه القوانين اللي انا محتاجها؟ أول حاجة، أول قانون بالنسبة لي هي الحاجة الجديدة. أنا عارف قبل كده كنت عارف الجروس بروفيت، فأنا الحاجة الجديدة بالنسبة لي هي الكونتريبيوشن مارجن. طب الكونتريبيوشن مارجن بالنسبة لي كده، الناس بس تتأكد يا جماعة إن المايك مقفول. الأغاني الشعبي جميلة وكل حاجة، بس يعني إيه، أول حاجة عندي الـ contribution margin. كان في حاجة هنا المفروض تقفل المايك. أنا مش عايز أقفل عليكم المايك بصراحة، الناس تخلي بالها وخلاص. هنا أنا عندي الـ contribution margin بقى. الـ contribution margin بتساوي إيه؟ لو انا بصيت على المساله والله الكونتريبيوشن مارجن بتساوي السيلز ماينس الفاريبل كوست.
طب لا دي المسألة وكل حاجة تمام، بس أنا لو أنا شغال أنا عايز أشتغل على يونتس بقى، لو أنا عايز أجيب الكونتريبيوشن مارجن أنا عايز أشتغل على كل يونت لوحده، أنا مش عايز اليونتس كاملة، ده لو أنا اشتغلت على البرودكشن كامل. طب أنا لو عايز أشتغل على كل يونت لوحده هعمل إيه؟ قال لي أنا عايز أجيب الكونتريبيوشن مارجن بس بير يونت. طب الكونتريبيوشن مارجن بير يونت إيه؟ عبارة عن إيه؟ قال لي السيلينج برايس بير يونت ماينس الفاريبل كوست بير يونت أو عبارة عن الكونتريبيوشن مارجن توتال على اليونتس. يبقى أنا الكونتريبيوشن مارجن عبارة عن السيلز ماينس الفاريبل كوست، كونتريبيوشن مارجن بير يونت سيلينج برايس بير يونت ماينس الفاريبل كوست بير يونت أور الكونتريبيوشن مارجن نفسها على اليونتس. قال لي طب ما أنا عايز أجيب نسبة بقى، أنا شغال أناليسز، أنت عمال تقول لي ده اسمه كوست اناليسيس، كوست اناليسيس الشابتر بيتكلم عن كوست اناليسيس، يبقى انا بتكلم على نسب، يبقى انا عايز اجيب نسبه الكونتريبيوشن مارجن برسنتج بتساوي ايه؟ والله الكونتريبيوشن مارجن برسنتج بالنسبه لي هتساوي هو اي نسبه عندي بالنسبه لاي شركه مانيوفاكتورنج عباره عن ايه؟ والله قال لي اي نسبه بالنسبه للمانيوفاكتورنج هي نسبة من السيلز، يعني أنا لما أجي أحكم على شركة الشركة دي كويسة الشركة دي مش كويسة بحكم بناء على السيلز. فأنا برضو هنا الكونتريبيوشن مارجن عشان أقول نسبتها كويسة نسبتها قليلة بحكمها أو بقارنها بالسيلز. طب هقارنها بالسيلز إزاي؟ الصوت مش ظاهر. طب في حد الصوت تاني مش ظاهر عنده؟ لا ظاهر الدنيا الصوت ظاهر عند الناس. ايوه ده صوت كويس بس انا ممكن تكون المشكله. نكمل. طب يبقى انا هنا تاني لو انا عايز اجيب الكونتريبيوشن مارجن برسنتج اي حاجه اي حاجه بالنسبه لي عشان اقدر اقارنها اقارنها ب بالسيلز. طب هقول له يبقى انا هنا الكونتريبيوشن مارجن برسنتج بالنسبه لي لو انا عايز اشتغل عليها اقول له والله عباره عن الكونتريبيوشن مارجن على السيلز. طب استنى يا عم استنى ليه؟ افرض هو مش مديني كونتريبيوشن مارجن، يعني افرض هو مش مديني كونتريبيوشن مارجن توتال، ده مديني كونتريبيوشن مارجن بير يونت اللي احنا كنا جايبينها دي، ده هو اصلا مديني الداتا بتاعت المساله مش سيلز وفاريبل كوست، ده سيلنج برايس بير يونت وفاريبل كوست بير يونت. ماشي ايه المشكله؟ قول له او احسبها ان الكونتريبيوشن مارجن برسنتج هتبقى بتساوي برضو الكونتريبيوشن مارجن بير يونت على السيلز بير يونت او السيلنج برايس بير يونت بقى. يبقى انا هنا بالنسبه لي الكونتريبيوشن مارجن برسنتج اقدر اجيبها كونتريبيوشن مارجن على السيلز، اقدر اجيبها كونتريبيوشن مارجن بير يونت على السيلنج برايس بير يونت. طيب لو انا عايز اطور بقى شويه اكمل القايمه بتاعتي، طب هتكمل القايمه هتعمل ايه؟ قال لي والله هكمل الاوبريتنج انكم بيساوي ايه؟ والله الاوبريتنج انكم مكسبي هيساوي الكونتريبيوشن مارجن اللي احنا لسه قايلينه ماينس الفيكسد كوست. مش احنا قايلين القايمه عباره عن سيلز ماينس فاريبل يديني كونتريبيوشن ماينس فيكس يديني اوبريتنج انكم، يبقى الاوبريتنج انكم اقدر اجيبها من الكونتريبيوشن ماينس الفيكس. طب لا انا عايز اجيب الاوبريتنج انكم بالطريقه اللي احنا متعودين عليها بالطريقه العاديه، هتبقى عباره عن السيلز بتاعتي ماينس الفاريبل كوست ماينس الفيكسد كوست او ممكن اجيبها بطريقه تانية السيلز ماينس التوتال كوست، وانا ابقى عارف ان التوتال كوست دي المفروض هي عباره عن الفاريبل والفيكسد. يبقى انا هنا بالنسبه لي اول جزء انا اخدته اول جزء انا عرفته هو الكونتريبيوشن مارجن.
contribution margin بيساوي sales minus the variable، أو selling price per unit minus the variable cost per unit، أو حتى contribution margin total على اليونت. تاني جزء أبقى فاكره ال contribution margin percentage، contribution margin على ال sales، أو contribution margin per unit على selling price per unit. طب عايز أجيب بقى أكمل القايمة، ال operating income بتساوي contribution margin minus the fixed، ال operating income بتساوي السيلز ماينس الفاريبل كوست على الفيكسد كوست، او السيلز ماينس التوتال كوست، وانا عارف التوتال كوست دي بتساوي الفاريبل والفيكسد مع بعض. طب انا هستخدم ده كل ده ليه؟ قال لي والله انا ممكن ازود على كل ده وابدا اطور بقى، ابدا اشتغل اناليسس بجد. هتشتغل اناليسس ازاي؟ قال لي والله الاناليسس بالنسبه لي هطور منه، هزود عليه. هتزود عليه ازاي؟ قال لي هكتب بقى، هجيب حاجه اسمها البريك ايفن بوينت. طب ايه البريك ايفن بوينت ده؟ قال لي البريك ايفن بوينت بالنسبه لي هي نقطه التعادل، دي النقطه اللي بيحصل فيها ان السيلز تبقى ايكوال الكوست. يعني قال لي دي النقطة اللي المبيعات بتاعتي بتساوي تكلفتي، يعني أنا هنا لا كسبان ولا خسران، أو بمعنى أصح الـ operating income عندي هيساوي زيرو. طب بتفرق معايا في إيه؟ قال لي لا بتفرق معايا كشركة، إن أنا لما أجي أبدأ أعمل كل ده، أجي كمصنع عايز أصنع، أول حاجة بيجي في دماغي أنا لسه هبدأ، فأنا مش عايز أخسر، في نفس الوقت مش هادف لربح قوي في أول سنة أول سنتين على حسب سياسة الشركة. فيهمني قوي اعرف البريك ايفن بوينت بتاعتي، عشان لما اجي اعمل الفيزابيلتي ستادي او دراسه الجدوى بتاعتي، لما اجي اعمل تارجت ليا، ابقى عارف ان انا على الاقل في اول سنه مش عايز اخسر ومش عايز اكسب، كسبت تمام لكن انا على الاقل ما اخسرش. فبشوف البريك ايفن بوينت يعني ايه. قال البريك ايفن بوينت حاجتين، او خليها بقى لوحدها. البريك ايفن بوينت حاجتين بالنسبه لي، في بريك ايفن بوينت، بريك ايفن بوينت يونتس، وبريك ايفن بوينت ريفينيو. طب البريك ايفن بوينت يونتس يا عم عباره عن ايه؟ قال لي دي عدد اليونتس اللي لو حضرتك بعتها لا كسبان ولا خسران. طب البريك ايفن بوينت ريفينيو، قال لي دي المبيعات بقى، مالكش دعوه بعدد اليونتس، انا لو حققت سيلز بكذا لا كسبان ولا خسران. طب البريك ايفن بوينت يونت اجيبها ازاي؟ قال لي والله بريك ايفن بوينت يونت انت عامل على يونت. قال لي تمام. قال لي اقسم الفيكسد كوست تكلفتك اقسم الفيكسد كوست على الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. تاني انا عايز اجيب البريك ايفن بوينت يونت هجيبها ازاي؟ قال لي اسم التكلفه الثابته اللي انت مش هتتغير ايا كان البرودكشن ايه، على هامش الربح بتاع كل يونت، هيطلع لك عدد اليونتس اللي تغطي التكلفه دي. طب لا، طب انا عايز اجيب الكونتريبيوشن مارجن، البريك ايفن بوينت ريفينيو، انا عايز اجيب مبيعاتي بقى. قال لي هي نفس الكلام، بس اقسم الفيكسد كوست على الكونتريبيوشن مارجن برسنتج، اقسمها لي كنسبه بقى من السيلز، نسبه النسبه بتاعه هامش الربح من السيلز كام، هيديني برضو الكونتريبيوشن مارجن او البريك ايفن بوينت ريفينيو. لو انا استخدمت القانون ده هيديني عدد اليونتس اللي لا انا كسبان فيها ولا خسران، لو انا استخدمت القانون ده هيديني مبيعاتي لما ابيع بكام دولار لا كسبان ولا خسران. طيب نرجع تاني بقى للملزمه بتاعتي ونكمل هنا القوانين، فكرنا الناس الى حد ما بالحته. قال لي والله هنا في حاله ان انا بشتغل على سنجل برودكت بقى، خلينا في المالتيبلاي اللي هو السيلز ميكس، مش دلوقتي، خلينا الوقت نبقى نقول. قال لي لو انا اتكلمت على اول حاجه البريك ايفن بوينت، لو انا عايز احسب البريك ايفن بوينت هحسب البريك ايفن بوينت ازاي؟
والله لسه قايلين ان انا البريك ايفن بوينت هي اللي انا فيها الانكم بتاعي بيبقى بزيرو، الريفينيو ماينس الكوست ماينس الفيكسد الفاريبل كوست، الفيكسد كوست يديني زيرو. طب لو انا عايز اجيبها بقى بقانون الكونتريبيوشن مارجن، قال لي الفيكسد كوست على الكونتريبيوشن مارجن بير يونت، او الكونتريبيوشن مارجن بير يونت عباره عن السيلينج برايس بير يونت ماينس الفاريبل كوست بير يونت. طب لو انا عايز اجيب السيلز بس ان ريفينيوز بقى، قال لي والله هقسم الفيكسد كوست على الكونتريبيوشن مارجن بيرسنتج نسبه. طب الكونتريبيوشن مارجن بيرسنتج ازاي؟ قال لي اهو كونتريبيوشن مارجن بير يونت على سيلينج برايس بير يونت كونتريبيوشن مارجن على ريفينيو، او واحد ماينس الفاريبل كوست بيرسنتج. مش احنا عشان الناس تبقى فاكره، مش انا عندي السيلز ماينس الفاريبل يديني الكونتريبيوشن، معنى كده ان الفاريبل والكونتريبيوشن الاثنين مع بعض بيساووا السيلز. طيب بعد كده بتكلم بقى شويه قوانين كده، لو انا عايز اجيب التارجت اوبريتنج انكم بضيف التارجت اوبريتنج انكم على الفيكس، يعني انا اقول له الفيكسد كوست زائد التارجت اوبريتنج انكم على الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. التارجت نت انكم، طب ايه الفرق ما بين الاوبريتنج والنت انكم؟ النت انكم ده لو انا عايز اجيب الانكم افتر تاكس، انا عايز اجيب الناتج بتاعي صافي بعد ما عملت كل حاجه وبعد ما دفعت الضرايب، انا عايز الفلوس اللي هتجي لي بس كصاحب الشركه وخلاص. فبقول له الفيكسد كوست زائد تارجت نت انكم اللي انا عايز احققه على واحد ماينس التاكس ريت على كونتريبيوشن مارجن بير يونت. نفس الكلام على اليونت، لو هجيب ريفينيوز بقى ايا كان الفرق ما بين اليونت والريفينيو، ان انا هنا في اليونت بقسم على الكونتريبيوشن مارجن بير يونت، وهنا بقسم على الكونتريبيوشن مارجن بيرسنتج. خلينا في المالتبلاي برودكت دلوقتي، ناجله شويه. بعد كده عندي حاجه اسمها المارجن سيفتي بالنسبه لي. ايه يا عم المارجن سيفتي ده؟ قال لي والله المارجن سيفتي بالنسبه لي هي حد او هامش حد الامان بالنسبه لي، يعني انا بعيد عن الخطر قد ايه. هو الخطر عندي بيبدا منين؟ قال لي الخطر عندك بيبدا من ان انت يبقى عندك زيرو انكم، او الاوبريتنج انكم ايكوال زيرو، لان انت بعد كده اقل حاجه اي حاجه هتقل عندك هتقلب لخساره. طب ما انا اي حاجه هتقل بخساره، طب ما يبقى انا هنا بدل ما اوصل للخساره اامن نفسي بايه؟ قال لي امن نفسك بالبريك ايفن بوينت. يعني ايه؟ قال لي يعني انت خلي عندك ان البريك ايفن بوينت بالنسبه لك اقف عنده، اعمل حسابك ان البريك ايفن بوينت ده اخرك في الحساب. فاطرح السيلز الاكتوال سيلز بالنسبه لك ماينس البريك ايفن بوينت، بحيث ان انا عارف ان انا لو وصلت للنقطه دي لو الاثنين بقوا ايكوال، لا انا هنا ما وصلتش للنقطه ان انا بقى عندي خساره، بس انا خلاص بدات في بدايه الخطر بالنسبه لي، عشان كده لازم ابدا اخلي بالي بقى. يجي بعد كده يتكلم ان انا دي لو انا هشتغل على الكوانت. طب لو هشتغل على فاليو بقى، انا هنا هشتغل دولار او ريفينيو، يبقى انا هنا الاكتوال سيلز مبيعاتي سيلز ريفينيو ماينس البريك ايفن بوينت بالنسبه لي، ماشي. يبقى انا هنا برضو يبقى انا بدات اتكلم على قانون جديد اللي هو المارجن سيفتي. قال لي برضو المارجن سيفتي بالنسبه لي عباره عن لو انا هجيبه نسبه، احنا لسه قايلين المارجن سيفتي برسنتج بتساوي المارجن سيفتي على السيلز الكونتريبيوشن مارجن برسنتج. قانون الدكتور قايله الكونتريبيوشن مارجن برسنتج في المارجن سيفتي برسنتج ايكوال الاوبريتنج انكم برسنتج. القانون ده هستخدمه في بعض المسائل، بستخدمه في اخر حاجه بالنسبه لي، وده مفتاح الحل في نقط كتير، الاوبريتنج ليفرج. ايه يا عم الاوبريتنج ليفرج ده؟ قال لي الكونتريبيوشن مارجن على الاوبريتنج انكم، او واحد على السيفتي مارجن برسنتج، او واحد زائد الفيكسد كوست على الاوبريتنج انكم. سؤالك ايه يا عبير؟ مارجن
هو صوت بيقطع عندي، بس انا سألك على المارجن سيفتي اللي انا فهمته. percentage في ال في النسبة ال percentage مع الأساس بص انا هقول المارجن سيفتي كلها تاني. انا المارجن سيف، المارجن سيفتي بالنسبه لي هي ككميه، بجيب الاكتوال سيلز على البريك ايفن بوينت، او بالاكتوال سيلز قصدي ماينس البريك ايفن بوينت، سواء كوانتيتي بقى ماينس كوانتيتي. لو انا عايز اجيبها فاليو بجيب الاكتوال سيلز، سيلز ريفينيو ماينس البريك ايفن بوينت فاليوز برضه. طب انا لو عايز اجيب البرسنتج بقى بشوف انا شغال على انو، تاني بشوف انا شغال على انو نسبه، هل انا شغال على الكوانتيتي؟ لو انا شغال مارجن سيفتي كوانتيتي بالنسبه لي دي الناتج اللي عندي، يبقى انا هقسم على السيلز يونت. لو انا شغال على مارجن سيفتي فاليو، لو انا جايب مارجن سيفتي ان دولار، يبقى انا هقسم على السيلز ريفينيو. انا بجيب نسبه، بجيب نسبه من السيلز اللي انا شغال عليه. فلو انا شغال كله يونتس يبقى انا هقسم على عدد اليونتس عشان اقدر اجيب النسبه. لو انا شغال كل دولار او فاليو بقى قيم ماليه، يبقى انا برضو لما اجي اشتغل هشتغل على نفس الكلام. التارجت تاني واحده واحده معايا، انا اهو مش احنا في البريك ايفن بوينت العادي قلنا ان انا بجيب الفيكسد كوست على الكونتريبيوشن مارجن بير يونت او الكونتريبيوشن مارجن برسنتج، مش فارقه معايا. طب انا عايز اجيب التارجت اوبريتنج انكم، لو انا عايز احقق مكسب وليكن 10,000 هعمل ايه؟ قال لي والله المكسب اللي انت عايز تحققه ده ضيفه على الفيكسد كوست في الحسابات بس. انا كده كده لما اضيفه هضيفه على الورق، لكن مش هضيفه اكتوال. لما اجي ادفع انا هدفع الفيكسد كوست اللي عندي. فاحسب التارجت اوبريتنج انكم بيساوي، هجيب الفيكسد كوست اللي عندي زائد ال 10,000 اللي هم المفروض عايز ازوده، والناتج اللي هيطلع هقسمه على الكونتريبيوشن مارجن بير يونت. هيطلع لي عدد اليونتس اللي انا لو بعتها يحقق لي التارجت ده. طيب نبدا نشوف مسائل بقى. قال لي والله هنا أول مسألة أو أول نوع من المسائل، وده جايبه قبل كده في الامتحانات كتير، هنحل مسألة أو اتنين مش هنطول عشان نلحق نشتغل شابتر 11 اللي هو المفروض أغلبية الناس عايزاه. قال لي أول حاجة جايب لي الريفينيو، مش جايبها لي، جايب لي الفاريبل كوست 500، جايب لي الفيكسد كوست unknown، التوتال كوست 800، الاوبريتنج انكم 1200، وعايز الكونتريبيوشن مارجن برسنتج. طب نمشي على حاجه حاجه. اول حاجه الريفينيوز بالنسبه لي عباره عن ايه، اجيبها ازاي؟ طب انا لو قدامي مساله زي دي هحل ازاي؟ هقول والله لما نمشي حاجه حاجه. هو احنا القوانين بتاعتنا لما كنا قايلينها في الاول كنت بقول ايه؟ مش احنا قلنا ان انا الريفينيو عندي minus ال variable cost يديني contribution margin، وبعد كده قلنا ال contribution margin minus ال fixed cost يديني ال operating income. ده أول قوانين استخدمناه. بعد كده قلنا ممكن إن أنا أجيب ال revenue minus ال variable cost minus ال fixed cost يديني ال operating income، أو قلنا جيب ال revenue minus ال total cost يديني ال operating income.
طب ما تخلي القوانين دي قدامي اهي، وابدأ اشتغل على المسألة. اول حاجة الريفينيو مش موجود. طب الريفينيوز مش موجودة، ايه اللي موجود عندي؟ قال لي والله اللي موجود عندك الفاريبل كوست. حلو، فهل contribution margin موجودة؟ لا، يبقى هنا مش محتاج، مش عارف اشتغل على القانون اللي فوق ده. طب نشوف القانون التاني، revenue variable cost و fixed cost و operating. هل ال fixed cost موجودة؟ برضو لا، يبقى مش عارف اشتغل على القانون التاني. بس هل ال total cost موجودة؟ اه، يبقى انا اقدر اشتغل على القانون ده اللي revenue minus total cost يديني operating income. عندي الريفينيو؟ لا، عندي التوتال كوست اب 800، التوتال كوست عندي اهي ب 800. عندي الاوبريتنج انكم اه والله ب 1200. يبقى انا هنا عندي الريفينيو انا عايزها، ال اوبريتنج انكم موجود اهو، التوتال كوست اهي، اجمع الاثنين مع بعض يديني الريفينيو، هنا هتبقى ب 2000. جبت الريفينيو طلع عندي ب 2000. طب اعرف اجيب الفيكسد؟ اه خلاص بقى الموضوع بالنسبه لي اعتقد انه سهل. انا عندي التوتال كوست ب 800، الفاريبل ب 500، يبقى الفيكسد عندي ب 300. طب اقدر اجيب الكونتريبيوشن مارجن برسنتج نسبه؟ اه والله الكونتريبيوشن مارجن برسنتج احنا لسه قايلين انها كونتريبيوشن مارجن على السيلز. طب الكونتريبيوشن مارجن هتساوي ايه؟ والله ده الكونتريبيوشن مارجن بتساوي لو الناس فاكره الريفينيو ماينس الفاريبل كوست. على الناتج اللي هيطلع بقى هقسمه على الريفينيو. يبقى انا هنا الكونتريبيوشن مارجن هيساوي الريفينيو على الفيديو، يبقى ظاهر للناس كويس، الريفينيو ماينس الفاريبل كوست على الريفينيو نفسها لو انا عايز اجيبها. لو والله لا، ده انا لو انا هشتغل بقى على، انا حاسب الموضوع كله لوحدي الاول، هجيب الريفينيو ماينس الفاريبل كوست يديني الكونتريبيوشن مارجن، والكونتريبيوشن مارجن اللي انا هجيبه وبقسمه على الريفينيو يديني النسبه. نفس الكلام في اللي بعدها، هنا بقى مديني الريفينيو، عايز الفاريبل فيكسد، التوتال كوست مش مديهالي بس مديني الاوبريتنج انكم. طب ما انا عندي الريفينيو وعندي الاوبريتنج انكم، اجيب التوتال كوست، اطرح الريفينيو ماينس الاوبريتنج انكم يديني التوتال كوست. جبت التوتال كوست اعرف اجيب الفاليو. اخر واحده اللي هي رقم دي بقى، ممكن تكون دي اللي فيها فكره شويه في المساله، ان هو مديني ريفينيو 1500، فاريبل مش مديهالي، فيكسد مش مديهالي، توتال كوست مش مديهالي، اوبريتنج انكم معرفهاش. طب انا كنت الاول بجيب الريفينيو ماينس الاوبريتنج انكم فيديني التوتال كوست. انا لا عندي توتال كوست ولا عندي اوبريتنج انكم، بس هو سهلها عليا، مديني contribution margin percentage 40%. طب ما انا عارف ان ال contribution margin بتساوي واحد، contribution margin percentage بتساوي واحد minus ال variable cost percentage. طب ما تقولي ان ال 40% بيساوي واحد minus ال variable cost percentage. افهم من كده ان ال variable cost percentage equal 60%. طب لو ال variable cost 60% اعرف احل المسألة؟ اه خلاص، ما انا عندي 60% من ال 1500، الغي ده هقول له اهو. يبقى انا هنا ال variable cost هتساوي ايه؟ قال لي والله هنا ال variable cost هتساوي 60% من في ال 1500، هتطلع عندي 900.
طب يبقى انا هنا ال variable cost ب 900 على طول بقى هنا اهو 900. طب ما انا عندي ال variable cost 900، ال fixed cost 300، اعرف اجيب التوتال. اه خلاص التوتال عندي هيبقى 1200. اعرف اجيب ال operating income. خلاص الموضوع بالنسبة لي هيبقى خلص بقى، المسألة بالنسبة لي هتبقى خلصت تقريبا. طيب نبدأ نشوف بقى فكرة من الأفكار بتاعت المسائل اللي هي كمسائل. مسائل زي دي مثلا، أغلبية المسائل اللي بتيجي فاينل بيبقى على فكرة كل المسائل دي هي مسائل امتحانات فاينل، يعني إن ربنا كرم والناس جاب نفس أفكارها هيجيب نفس المسائل، إلا لو غير مثلا فكرة ولا حاجة إن هو يغير أرقام. لكن أفكار ما أعتقدش إن في أفكار تاني إن شاء الله يعني، وشوفنا ده في المتر. طب هنا بيقول لي جايب لي contribution margin percentage ب 75%، جايب لي الأوبريتنج ليفرج بأربعة، جايب لي الفاريبل كوست ب 200,000. خلينا في كيس نمبر 1 الاول اهي، او خلينا هنا كده نحلها في الجزء الفاضي ده. لو هو جايب لي مساله زي كده contribution margin percentage 75، الاوبريتنج ليفرج 4، الفاريبل او الفاريبل كوست 200، وعايز احل، قال لي احسب لي التوتال فيكسد كوست. مش لازم بقى اجاوب الثلاث طرق الجديده، مش فارقه معايا. فقوله والله انا عشان اجيب ده ابدا استخدم الداتا اللي عندي، تاني عشان اقدر احل ده لازم استخدم الداتا اللي عندي. طب ايه الداتا اللي عند حضرتك؟ قال لي contribution margin نسبه. هتستخدم contribution margin نسبه في ايه؟ ايه اللي عندك تستخدمه في نسبه؟ ايه القوانين اللي عندك ينفع استخدم فيها contribution margin نسبه؟ والله ان contribution margin نسبه اقدر استخدمه في قانون البريك ايفن ريفينيو، ماشي بس مش هيفيدني هنا. قال لي طب ما هو ممكن استخدمه، مش انا عندي قانون لسه حالين بيه بيقول لي ان الكونتريبيوشن مارجن بيرسنتج ايكوال 1 ماينس الفاريبل كوست بيرسنتج. طب ما تشتغل على ده، اشتغل على القانون ده، الكونتريبيوشن مارجن بيرسنتج 75% هيساوي 1 ماينس الفاريبل كوست بيرسنتج. افهم من كده ان الفاريبل كوست بيرسنتج بالنسبه لي هتساوي 25% النسبه المكمله. طب جبت المعلومه الاولى، ال 25% دول بيساووا كام؟ قال لي دول بيساووا 200,000. افهم من كده ان ال 100% ان اللي هي السيلز بقى اللي هي بتساوي 100% هتساوي كام؟ تاني انا جبت الـ variable cost percentage طلعت 25% ب 200,000. طب يبقى انا الـ sales بالنسبة لي اللي هو الـ 100% بقى النسبة الكاملة هيساوي كام؟ طب ما نعمل طرفين في وسطين. قال لي طب لما اعمل طرفين في وسطين هيطلع الـ sales عندي هتبقى equal 800,000. جبت السيلز ب 800,000، والله بقى عندي الفاريبل، عندي السيلز، عندي الكونتريبيوشن مارجن. لو انا عايز احسبه هحسبه، لو انا قلت لو انا اشتغلت حبيت احسب الكونتريبيوشن مارجن هيطلع عندي تمام 800,000 في 75% بيساوي 600,000. إذا جبت كل الداتا بتاعت القايمة أو خلاص، عايز بقى أحسب، احسب اللي أنت عايز تحسبه. أبدأ أشتغل على الأوبريتنج ليفرج. أنا أول قانون عندي في الأوبريتنج ليفرج، الأوبريتنج ليفرج بيساوي إيه؟ الكونتريبيوشن مارجن على الأوبريتنج إنكم. طب ما الأوبريتنج ليفرج بأربعة إيكوال الكونتريبيوشن مارجن لسه جايبينه ب 600 على الاوبريتنج انكم. انا عايزه هضرب طرفين في وسطين
هيطلع عندي الـ operating income operating income هيطلع عندي الـ operating income بمية وخمسين ألف. جبت الـ operating income بمية وخمسين؟ اه. طب ما تجيب لي بقى الـ fixed cost. مش أنا عندي الـ contribution margin minus الـ operating income equal الـ fixed cost. طب ما تعوض 800,000 minus الـ 550,000 equal الـ fixed cost اللي هو يطلع عندي 400 دي 600 معلش هيطلع عندي 450,000. لا طب انا والله هنا دي طريقه، انا عايز اشوف طريقه تانية. هي دي الطريقه الاسهل او الايسر بالنسبه لي يعني. امسح ده وامسح ده، اشتغل بطريقه تانية. ايه يا عم الطريقه التانية؟ بص على الاوبريتنج ليفرج، قانون الاوبريتنج ليفرج بيساوي ايه؟ والله قانون الاوبريتنج ليفرج بيساوي ال سيفتي مارجن برسنتج. لو انا حبيت بقى اشتغل بالطريقه الثانيه اهو، الاوبريتنج ليفرج بيساوي واحد على السيفتي مارجن برسنتج. طب واحد على السيفتي مارجن برسنتج اربعه اللي هو الاوبريتنج ليفرج، واحد على السيفتي مارجن برسنتج، اضرب طرفين في وسطين هيطلع عندي السيفتي مارجن برسنتج ب 25%. طب ما انا عندي السيفتي مارجن برسنتج، السيفتي مارجن مش انا عندي السيفتي مارجن برسنتج بتساوي السيلز على السيفتي مارجن. هات السيفتي مارجن، اجيب ال 25% من السيلز هيطلع عندي ب 200,000. طب ال 200,000 اشتغل عليه، اقول له والله طب ما قانون السيفتي مارجن بيساوي السيلز ماينس البريك ايفن بوينت فاليو. السيفتي مارجن ب 200، السيلز فاليو ب 800، يبقى البريك ايفن بوينت فاليو بكام؟ قال لي والله البريك ايفن بوينت فاليو عندك هتبقى ب 600,000. ابدا اعوض على القانون فيكسد كوست على كونتريبيوشن مارجن برسنتج طرفين في وسطين، هيطلع عندي الفيكسد كوست يطلع برضو ب 450. بس انا في الامتحان ما اقعدش ادور على البعيد، بمعنى ان انا جبت الطريقه الاولى، جبت الداتا اللي عندي طلعت لي السيلز اهو، طلعت لي الكونتريبيوشن مارجن اهي، اكمل بقى وخلاص. مش لازم اروح الف هلاقي هنا خلاص هي خطوة ولاقي الامتحان كده كده، أنا غصب عني لازم أجيب السيلز وخلاص. يعني أنا مش هعرف أعمل أي حاجة من غير السيلز. طيب الكيس التانية، الكيس التانية بالنسبة لي بيقول لي أنا عندك السيلز فاليو ب 8000، الاوبريتنج ليفرج بتاعك باربعة، الاوبريتنج انكم برسنتج ايكوال واحد على خمسة من السيفتي مارجن برسنتج. طب الاوبريتنج انكم برسنتج ثواني، بص يا عبير، لو الاوبريتنج انكم معروف ان الاوبريتنج انكم اي واحده فيهم اعلى، يعني لو في عندي شركتين، سؤال زميلكم، لو عندي شركتين الاوبريتنج انكم بتاعهم واحد بس الاوبريتنج ليفرج واحده اعلى من الثانيه، الاوبريتنج ليفرج الاعلى افضل. طب الاوبريتنج ليفرج الاعلى افضل ليه؟ لان هنا معدل الدوران، معدل الانتاج بالنسبه لي كشركه بيبقى اعلى. هو الاوبريتنج ليفرج هو بيرمز لي معدل دوران الانتاج، يعني انا كشركه اقدر انتج كم مره في السنه، قلناها قبل كده في الشرح، بتفرق معايا كل ما الفيكسد كوست عندي بتزيد كل ما الاوبريتنج ليفرج عندي بتزيد. طب اشمعنى؟ لان هنا بيبقى عندي
assets اكتر، عندي fixed assets اكتر، فالفيكسد اسيتس عندي لما بيبقى كتير بالنسبه لي بيفرق معايا في فكره ان انا عندي ماشين اكتر، عندي حاجات اكتر، فالانتاج بالنسبه لي بيبقى اكتر، فمعدل دوران الانتاج عندي بيبقى اكتر. فانا كشركه لو عندي القدره الانتاجيه اعلى من شركه تانية فموقفي بيبقى افضل من الشركه التانية. ممكن على فكره الناس تبقى يبقى انا معدل انتاجي اعلى، يبقى الاوبريتنج ليفرج اعلى، بس الاوبريتنج انكم عندي بيبقى اقل، بس دي بتبقى مشكله عندي انا كشركه، ان انا كشركه بنتج بس مش عارف ابيع. لكن لو انا كشركه في الطبيعي معدل انتاجي اعلى، الفيديو هسيب. لو انا كشركه معدل انتاجي اعلى في الطبيعي ان انا هيبقى عندي افضليه من شركه تانية. كل الفكره بس ان الموضوع هيتوقف على مين اللي عنده قسم مبيعات افضل، مين اللي عنده قسم مبيعات اشطر. لكن كمقارنه انا ما اعرفش بقى شركه A او B او X او Z انه عنده مبيعات افضل، فاللي انا هبص عليه من بره لما اجي انا اعمل اناليسز هبص على قدرته الانتاجيه. والله واحد هيعرف ينتج 100,000، واحد هيعرف ينتج 50، مين بالنسبه لي افضل، مين بالنسبه لي قدرته الانتاجيه افضل. طبعا اللي هينتج 100 ده افضل كتير من اللي هينتج 50. ده اللي هينتج 100 ده لو ربنا كرمه وبيع نص اللي عنده بس هيبقى زيه زي اللي بينتج كله. فهي الفكره كلها في الاوبريتنج ليفرج. تاني الاوبريتنج ليفرج انه افضل بالنسبه لي اللي اعلى، ليه؟ عشان دي قدرته الانتاجيه اعلى، بيحقق تارجت اعلى. والله بقى في ناس تعرف تبيع، ناس ما بتعرفش تبيع، دي حاجه داخليه للشركه. انا كاناليسس كتحليل ماليش دعوه. اتمنى ان انا اكون جاوبت على سؤالك او اللي انا فهمته من السؤال. طب الكيس رقم 2، لو انا عندي سيلز ريفينيو ب 80,000، وده اخر كيس هنحله، بعد كده هنقفل اللايف ونفتحه تاني بس ندي للناس بريك. عندي كيس ب 80,000، السيلز ب 80,000، اوبريتنج ليفرج ب 4، اوبريتنج انكم 1/5 من السيفتي مارجن برسنتج. طب هعملها ازاي؟ هنبدا نشتغل ازاي؟ قال لي والله هنبدا نشتغل حاجه حاجه. اشتغل على الداتا المتاحه عندك. ايه الداتا المتاحه؟ السيلز ريفينيو، هل ليها استخدام؟ هل السيلز ريفينيو ليها علاقه بالاوبريتنج ليفرج؟ لا. طيب يبقى انا هنا مش هستخدم دي. طيب الاوبريتنج ليفرج لسه ما لهوش استخدام. طب انا عندي اوبريتنج انكم ب 1/5 من السيفتي مارجن برسنتج. ما انا الاوبريتنج انكم 1/5 من السيفتي مارجن برسنتج، يبقى انا محتاج اجيب السيفتي مارجن برسنتج. هنشتغل في الجزء ده. السيفتي مارجن برسنتج ظهر عندي في قانونين. القانون الاول السيفتي مارجن برسنتج بيساوي سيفتي مارجن على السيلز، مش محتاجه. ظهر عندي في قانون تاني اوبريتنج ليفرج ايكوال 1 على السيفتي مارجن برسنتج. طب انا هنا عندي القانونين دول، في سيلز بس انا عندي سيفتي مارجن وما عنديش سيفتي مارجن برسنتج، يبقى انا القانون ده مش هستخدمه، ملوش استخدام عندي. يبقى انا القانون اللي انا اقدر استخدمه ان 1 ايكوال 1 على السيفتي مارجن برسنتج اللي هو الاوبريتنج ليفرج. طب ما الاوبريتنج ليفرج ب 4 ايكوال 1 على السيفتي مارجن برسنتج، افهم من كده ان السيفتي مارجن برسنتج هيساوي 25%. طب جبت اول خطوه ان السيفتي مارجن برسنتج ب 25%. طب ما نشتغل اهو، في قانون بيقول لي او في داتا هو مديها لي اوبريتنج انكم برسنتج بيساوي كذا. طب ما نعوض، اقول له اهو الاوبريتنج انكم برسنتج، اوبريتنج انكم برسنتج بيساوي 1/5 في السيفتي مارجن برسنتج اللي هو 25%. يبقى انا هنا الاوبريتنج انكم برضو هتطلع عندي، الاوبريتنج انكم نسبه بقى هيطلع عندي خمس النسبه دي اللي هي 5%. جبت المعلومه الثانيه نغير لونها. قال لي طيب
نبدأ نكمل. جبت operating income نسبة، أنا عايز برضو الفيكسد كوست. طب ما أنا في قانون كان بيقول لي إن الكونتريبيوشن مارجن برسنتج في السيفتي مارجن برسنتج بيساوي الاوبريتنج انكم برسنتج، مش في قانون كان بيقول لي كده؟ طب بلاش ده عشان الناس ما تتوهش، خلينا في الحاجه الاساسيه بالنسبه لي. ايه يعمل حاجه الاساسيه بالنسبه لي؟ اشتغل على المساله عادي. انت جبت الاوبريتنج انكم 5%، يبقى انا الاوبريتنج انكم هيساوي السيلز بقى 80,000 في 5% هيساوي عند حضرتك 4,000. طب جبت الاوبريتنج انكم ب4,000، انا عايز اشتغل على الداتا اللي موجود. طب ما انت في قانون بيقول لك ان الاوبريتنج ليفرج بيساوي كونتريبيوشن مارجن على الاوبريتنج انكم. الاوبريتنج ليفرج ب4، كونتريبيوشن مارجن انا عايزها على الاوبريتنج انكم ب4,000، يبقى الكونتريبيوشن مارجن هنا بيساوي 16,000. خلصت المسألة، رجعت للمسألة الأولى إن أنا جبت الكونتريبيوشن مارجن ب16، عندي الأوبريتنج إنكم ب4، أجيب الفيكسد كوست. طيب نشوف الحل أهو، ده الحل اللي إحنا كنا بنحل، أو أجيب الكونتريبيوشن مارجن برسنتج، كونتريبيوشن مارجن على السيلز. contribution margin طلع ب16 على 80، هضرب طرفين في وسطين او هقسم ده يطلع 20%. اجيب السيفتي مارجن بالنسبه من السيلز ب20 واشتغل بقانون بريك ايفن بوينت. او انا جبت الاوبريتنج انكم ب4 صح، مش محتاج اعمل كل ده، ما اقول له 4 اللي هو الاوبريتنج ليفرج زائد 1 زائد الفيكسد كوست على الاوبريتنج انكم. واعمل اودي الواحد الناحيه الثانيه واشاره سالبه 3 على الفيكسد كوست وهكذا. كل المسائل اللي جايه بقى شابتر 3 بتتكلم على نفس النقطه دي. هدي بس للناس، هناخد بريك 10 دقائق بالظبط، الساعه بالنسبه لي 1:15، 1:16، 1:25 انا هشتغل ان شاء الله.